Vediamo perché. Vediamo la linea di Mustafa. Armamenti in Arabia. Almeno non sarà fare più cammino. Allahumma ja'alna narju udwana wa nakhsha iqaba. Allahumma ja'alna na'ishu حياه الرضيه امنه فيها سلام وامن. ربنا لا تحرمنا من الرهون من دونك يا رحمن. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دائما لا افتع اذكركم بما بيننا وبين الشيطان من عداوات. هو كان سبب فيها اصلا. ماذا يقول ربنا في سورة الحج؟ آية 32، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ يعني تجي تكون مع الساجدين، هنا سجود تحية مثل العبادة. إذا أنت رفضت شيء الذي لا يرفض، لأن يعني الله أمر به، فهو مغاير لسجود العبادة. لماذا أنت رافض؟ أما سبب الله بين لنا ذلك السبب وعر إبليس عدو الله وعدو رسول الله عليه السلام وعدو المؤمنين أجمعين. قال يا إبليس ما لك؟ شوف السؤال هو كاشف الأحوال. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ على هذا السؤال موجود عبر التاريخ كله من خلال القرآن، كيف يسأل العدو فرعون، كيف يسأل النمرود، كيف تكون إجابة عليه من صارع له وكاشف لظلمه ومنبئ بفساد نهايته على المجر. قال يا إبليس ما لك لا تكون مع السجين. وكان هذه طريقة السؤال هي كانت عند بعض الأمراء وبعض الحكماء، هي طريقة لكشف ما خفي من حول الناس، يعني يمتحنك بأسئلة حتى يعلم هل أنت من الحكماء أم لا، هل أنت من المريجين له أم لا، هل أنت من الأمناء فيما يخص علاقته بك، يعني هل يمكن له أن يعطيك سرا من أسراره. وهذا قال يا أبي ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ على ربي كتب الأذكياء نرى أنه دائما الإنسان يريد أن لا يقع بالفخر يبادر الناس اللي لا يعرفهم ولا يعرفوا سيرتهم يبادرهم بالأسف. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن وقاحة وعمق. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، يعني أعطيه صلصال حاجة صلبة، حاجة هينة، حاجة ملمسها مش بالضرورة يكون حسن، والاستخدام بها يكون عقبته حسنة ولا مجر. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمى النصر، يعني اعتبر أوصاف التي هي غير جميلة، حمى ومسنون على مجران، حمى هو نوع من التربة أو من أحوال الطين، ومسنون في رائحة معينة وربما تكون منفرة، هذا هو الرائحة كانت البشرية، وكان يأكل حرام واللي يكثر من الحريات والمجر، تلقى تكون منها رائحة مقرفة. قال ألم أكن ولي مريض من هبوط كذا هبوط، ولم يبدأ يعد في الأدوية الكيميائية ويرحصر بكل لون، خاصة إذا كان بلغ سن معين يكثر عليه الطب المختصين، وكل واحد منهم يقول هذا الطريق الصحيح والباقي بقية تخريب هذا البدن وهذه الخيال، حاسمه أحوال
يعني هكا تنطق نظرة إلى حياتهم علاقتهم بالكلمات شيء من مرعب والعياذ بالله. نسأل الله التخفيف. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسلوق. قال فخرج منها، يعني ما خلاش يقول حتى أنا خلقت من النار وخلايا النار يكون أفضل من الصلصال ولا مرة، ربي هو عارف. قال فخرج منها، عجل له بالعقاب وبالطرد مما كان فيه من خيرات القرب من الرحمن وخيرات الجنان وعلم. قال فخرج منها بإنك رجيم، أي فألقمك بلعنات وأنت مطرود من رحماتي. قال فخرج يائس من مغفرة. قال فخرج منها بإنك رجيم، ويكناك كأن صغريها رجيم، يعني كثير التعرض الى الرجل واللعنه، وان عليك اللعنه الى يوم الدين. هذا المرحله الاولى، المرحله الثانيه هي ضربه قاضيه تكون مع من تبعه في اسفل سبيل جهنم وبئس المصير، وان عليك اللعنه الى يوم الدين. قال ربي فانظرني يا قبيح، مش مسلف يا عدوك، انظر يا بشر حلو عينيكم، يا جن حلو عينيكم، أرقم عنكم لدود عدو خبيث، يعني مصمم على إيذائكم وإيقاع بكم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال يا ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. وهيك هو أعطاك ربي مطلب، أعطاك ولكن انظر بعدك في الفساد اللي أنت كاتمني مصر على اتياني مني. أعلم بعد ذلك ماذا يقول من أصل الحساب ومن سوء المقلب، وإن عليك هذا دائما يقول الناس التائبين ويدعون الإسلام وما ولا سلام إسلام ولا إيمان ولا إحسان. على هذه خدمة الدين الحنيف، لعل بعض الناس وبعض الجن يستيقظوا من غفلتهم ويأخذوا الطريق الموصل إلى الله. ورب سبحانه وتعالى فإنه غفور رحيم. ولا أقال ربي ورحمتي وسعت كل شيء، وقال قل يا عباد الناس ولا انفسي لكم رحمة الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وان عليك اللعنة الى يوم الدين. قال ربي فانظرني الى يوم بعثهم، يعني اتاتيه اجل اخر لي الامر حتى افعل ما اريد بهذا البشر، به وزوجي وذريتي، يعني لا يستطيع احدا في عداوتي. اكتبوا بالضبط من انتم الناس اللي واقعين تحت سلطاني، من انتم؟ الى ضحايا بالنسبه لحسابات، وانتم تكونوا كم ضحايا، لا قيمه لكم بدون هذه حاله الضحيه. وحتى الضحيه هنا ما تحملش كل شيء، يعني وضحي يعني اتنازع عن حقي وحقوقي لكي ما لا يغفر ربي مني وكي ينحني رضاه وكي ويرفع عني مقته وغلبه. لا، الترعية هنا يعني هو مش مقدم حق شيء، حبك ضحية، ما هي ما يتنازع على حق من حقوقه، وقتل هو ليس على حقوق له، مدام آداب يا رب يكرمك وعلمك الأسماء كلها، حاربك على هذه المحاسن التي على أنت عليها بأمر الرحمن، ومش من نوع اللي مش يتنازل على شيء من كما تقول مصالح، في رأيي مصالح، وهي ليست مصالح هي مضار، وستقوى على حساب من اتبعه هكا بغرور ورفض. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم اللي يحسن في الأمور، والله إلى يوم الوقت المعلوم، والقادمين من يكذب بيوم الدين ستنالون جزاء هذا التكذيب. أيما يعني مناولة مشكورة على حساب بإذلال لكم وحسرة لا تفيدكم بشيء. إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي من كما أغويتني، لا يعني لا كان يعترف بيكون ولد القادر عليه، رغم قد وصفتي ومكبراتي، ربي دائما هو المعين على كل شيء. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال ربي لما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين.
يعني شيء حاسمة. هو مصلى علينا يعني عدات من حد الشيخ نقص من حد وانتم تحبون وتعوا وخيتوا من دون الله يا رب لكم ولا من حد. قال يا أبكت عفو كيسة تجارة هي خاصرة على طول. قال ربي من أغويت الجيمن لهم في الأرض ولا أول ينهم أجمعين أو الاستثناء اللي هو في صالحنا إلا عبادك منهم المخلص مخلصين لمن؟ لله لا أبو من السوى ولا يعتبرون لرب غيره ويأمرهم فيطيعون وينهاهم فينتهون وهذا مشاكل هذه المخلصين. قال هذا الصراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغرب. يعني العباد خالص المخلصين قاموا بعملية تنقية وعملية كما تقول النجدة لأنفسهم لذويهم. هؤلاء هم يمشون من اللعبة الشيطانية. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يا ناس يا كثرة الناس وكثرة الجن إنكم من الغاوين إنكم من المعتدين مجدون به مجدون فيه أنتم أبو تخذوا على سبيل الرحمن فتكون لكم لعنة الرحمن والبلاء وهو غربان عليكم. قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك علي سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين ليس منكم أحد. لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات النعيم وادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدور من غير إخواننا نصير متقابلين لا في الدنيا لابد تلحق المؤمنة وجل الجد بعض إخوانه لأنه حسب حساب غلط كان يتوقع من إخواني الفاقر وغطرسة وعدوان على شرع الله وما شيء لكن الجيز عدو يرمي الأعداء في مدينة. هنا يا رب خلصنا تماما وإن جهنم هو وإن الله إن المتقين يعني جهنم يمنع سبع أبواب وعلى عنب الجنة باب زي هو باب الريان يدخل الصائمون. إن المتقين في الجنة وإن القرآن مع الوصف حسن ادخلوا بسلام آمنين قبول حسن وتطمين نهائي. ادخلوا بسلام آمنين خمس من الناس توقفوا بسلام آمنين ماشي على باله يقولوا هي المياه وكو المياه ما أهل معها ما في الجاف الشهادتين من أخلاص لله بحق قيمة تدخل الجنة أنت آمن من هي ما تكون عايش الإسلام ومتقي الرحمن ومرضي له الحمد من المرضي يقتل فيه لجنة بالنار. يعني إن المتقين في الجنات والنعيم ادخلوها بسلام آمنين. ولا زال ما في صدور من غير إخوان على سور متقابل إن شاء الله نظر الآية التالية نفصل النعيم المقيم الذي فيه منا نظر الرحمن واستماع إلى القرآن وعلى ما جرى ووعد من الله أن لا موت بعد ذلك. ادخلوها بسلام آمنين ومن عاش مع السيف ولعنة الأبارسة ومراوغات المنافقين والمنظومة الكلفة تنكر أكل مكان. ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوان على صور المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نختم هذه الآية ثم نستأنف الدور الثاني إن شاء الله تعالى بهذه الآية نبدأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتسليم.